تعليم الحروف العربية للأطفال. ألف، أرنب، باء، بطة، تاء، تمساح، فاء، ثعلب، جيم، جمل، حاء، حمار، خاء. حروف: دال، ديك، ذال، ذئب، راء، راكون، جاي، زرافة، شين، سنجاب، شين، شمبانجي، صاد، صوص، ضاد، ضبع، طاء، طاووس، ضاء، ضبي، عين، عصفور، غين، غراب، فاء، فيل، قاف، قطة، كاف، كلب، لام، لقلق، ميم، ماعز، نون، نمر، هاء، هدهد، واو، وحيد القرن، ياء، يمامة، ألف، أرنب، باء، بطة، تاء، تمساح، فاء، ثعلب، جيم، جمل، حاء، حمار، خاء. حروف: دال، ديك، ذال، ذئب، راء، راكون، جاي، زرافة، شين، سنجاب، شين، شمبانجي، صاد، صوص، ضاد، ضبع، طاء، طاووس، ضاء، ضبي، عين، عصفور، غين، غراب، فاء، فيل، قاف، قطة، كاف، كلب، لام، لقلق، ميم، ماعز، نون، نمر، هاء.
هدهد. واو، وحيد القرن. يا ماما، تعليم الحروف العربية للأطفال. للقاء.